أخيرا، وضمن الملفات التي يعدها قسم التحرير حول حصاد العام 2017، أعد الزميل محمد مهدي خميس ملفا حول النتائج الرياضية. عام 2017 كان عاما لنهضة كرة السلة التشادية، والدليل على ذلك مشاركة منتخبنا الوطني لكرة السلة في المحافل الإقليمية، وهذا الإنجاز جاء بفضل جهود الأعضاء الجدد للمكتب التنفيذي للفيدرالية التشادية لكرة السلة، والذين تم انتخابهم في 15 من نوفمبر عام 2016 الماضي، وقد نجحت هذه الفرقة برئاسة باني غاتانغولو على الارتقاء بمستوى لاعبي كرة السلة بدنيا ومعنويا وفنيا، حيث أصبح منتخبنا الوطني لكرة السلة منافسا قويا لخط بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم، والتي ستنظم بدولة الصين مطلع عام 2018 القادم. إكيب الأسا عندنا في بيرو إكزيكتيف ده، و إكيب القدرة عندنا. يا تكلو إجيب اليارفر. من ماشينا مالي ده. شافو بروغريسيون أنا تشاد ده. نادونا في كوب دي موند أنا باسكت. كما مدقا نسوكي وكان غوبرنما ما فاك علينا لا. ما يبقى. فوكالي غوفرنما ينتينا موين نار مغايا لا بارا دا تسي بابياغا كافي افياغا تيجي تيبرجي ما مش يلا دا نشلوم اني تريتمان كل شيك. وفي هذا العام اي عام 2017 ايضا حقق منتخبنا الوطني لرمي الجله نتائج مشرفه من خلال المشاركه في الدوره السابعه للبطوله الافريقيه لرمي الجله، والتي نظمت بدوله تونس في شهر يوليو الماضي، وتمكن منتخبنا الوطني لرمي الجلة من تحقيق الفوز في عدد من المباريات، الأمر الذي سمح للمنتخب خط بطاقة التأهل للعب في نهائيات كأس العالم، والتي ستنظم بدولة كندا. في كوب دي مونا في كندا شان دا كل ما يوم يعني كل ما يعني سبت واحد قاعد نسوي يعني جو تاجنا لي بريباراسيون انا يعني اسا ني بريباري دا نمشي ندفندر لي جان روس حكومة كولندورا يعاوننا فور كام مشينا لنجيبوا نتائج أديل. أما منتخبنا الوطني لكرة الطائرة، وبالرغم من الصعوبات استطاع الذهاب لجمهورية مصر العربية وشارك بقوة في التصفيات التأهيلية لكأس العالم، والتي شارك فيها 15 منتخبا أفريقيا، ونجح منتخبنا الوطني لكرة الطائرة من أن يحتل المرتبة 11. حتى في مصر عشان جينا والمشوا في مصر معنا لحد اليوم ما ادينام فلوسهم الفريد مش هنا عشان ده شوية صعب، عشان ده نطلبه من وزارة الشباب والرياضة عشان بيشوف كيف 2018 يكون أحسن. شكرا. وفيما يتعلق برياضة المصارعة، فقد مثل لاعبو المصارعة البلاد في الألعاب الفرنكوفونية، والتي احتضنتها مؤخرا دولة ساحل العاج، وفي تلك الألعاب نجحنا لاعبات المصارعة من الفوز بميداليتين فضيتين. الدولة صح يعني أسست لنا صندوق وطني للتنمية الرياضية، ناس الرياضة ده فرحنا بذلك، لكن هسه نطالب بالتطبيق. أنا المعاون البرنامج الدولة صوت لنا بالصندوق ده، يعني لازم الصندوق ده يدعم الرياضة. بقية الرياضات على سبيل المثال رياضة التايكوندو، فقد تم تجديد المكتب التنفيذي لرابطة بلدية إنجمينة، إذ تم إعادة انتخاب الرئيس السابق بيمبا، والذي عمل على تنظيم دورات تدريبية للحكام والمدربين واللاعبين حول فنون ومهارات رياضة التايكوندو. سنة جاية ده دورو كالي أوناجيس كالي سايدونا كالي كدمي على سينا كدمي، لكن فضل البطن ما يكمل كان بلا جروزة كدمي ما يمشي قدام. وإذا ما عرجنا لكرة القدم التشادية أي الساحرة المستديرة في عام 2017 الحالي، وبالرغم من الرغبة الأكيدة للفيفا لدعم كرة القدم التشادية، فقد فشل القائمون بأمر هذه الرياضة الجماهيرية من تنظيم البطولة الوطنية لكرة القدم، نظرا لقياب الرؤية الصاغبة للنهوض بكرة القدم التشادية. وللتسيير الجيد للأنشطة الرياضية بمختلف ضروبها، تم وضع حيز التنفيذ الهيئة الوطنية لدعم الشباب والرياضة لتقديم الدعم المالي للفيدراليات الرياضية. أني شيء القائد في جهودنا ده نحن ننتول للفيدراسيون، لكن الشباب كل ما نصوم الشباب ننتم ونمشي قدام. ده يعني عملنا ده هسه برنامج حقنا ده برنامج كاملة، نعمل برنامج وبرنامج ده يعني
كونسيل ادمنستراسيون باش يقول لنا اعملوا كذا اعملوا كذا يعطونا ديريكتيف. بغي ان نقول بان الامال والتطلعات تتجه صوب العام الجديد عام 2018 ليحمل البشائر مع استراتيجيات الرئيس الجديد للجنة الأولمبية الرياضية التشادية بكر جرمة، والذي انتخب رئيسا يتطلع أيضا لرفع العلم التشادي في المحافل الإقليمية والقارية والعالمية. بهذا الملف حول الرياضة الذي عده الزميل محمد مهدي خميد، ننهي معكم هذه النشرة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.